أهلا بكم. كرم العديد من طلاب وطالبات كليتي التجارة والأداب في جامعة صنعاء ومنتسبي مؤسسة روح شباب للتنمية الزعيم علي عبد الله صالح بشهادات تقدير ودروع تقديرية وعرفانا بما قدمه للوطن خلال مسيرة حكمه لليمن. وأشاد الطلاب وممثلو المنظمات المدنية بما قدمه الزعيم علي عبد الله صالح في سبيل إخراج الوطن من الأزمة وصولا إلى الحوار الوطني الشامل ليشهد العالم بذلك على فرادة التجربة اليمنية في نقل السلطة. وأكدوا أن الشعب اليمني لن ينسى النضالات والمكاسب التي تحققت للوطن في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي تولى مقاليد السلطة في وقت كانت اليمن تعاني الحروب والفقر والمرض، فعمل منذ الوهلة الأولى على إيجاد المقومات الأساسية للتنمية ووجه ببناء بناء المدارس والجامعات من أجل إيجاد جيل متسلح بالعلم يساهم في تحقيق التنمية في ربوع الوطن.